أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مناسبة ذكر هذه الآية بعد الآيات السابقة هو أن الله سبحانه وتعالى لما عرض أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة ترك الله سبحانه وتعالى الخيار للعباد أن يفعلوا سيئا أو أن يفعلوا حسنا، وأن يقولوا سيئا وأن يقولوا حسنا، فلهم الخيارة في ذلك على أن يتحملوا مسؤوليتهم، هل اختاروا الجنة أم اختاروا النار. فإن اختاروا الجنة فإنهم سيختارون ما حسن من القول والعمل، وإن اختاروا النار فإنهم سيختارون ما ساء من القول ومن العمل. والله سبحانه وتعالى يؤكد لعباده أنهم سواء أعلنوا ما اختاروه من الأقوال والأعمال أو أخفوه فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه، إن كان حسنا فهو في علم الله سبحانه وتعالى، وإن كان سيئا فهو في علم الله عز وجل. فالإنسان تحت مراقبة الله سبحانه وتعالى وتحت علمه وسمعه وبصره ورقابته، فلا يمكنه أن يخفي قولا أو أن يخفي عملا، والله سبحانه وتعالى يعلم عنه كل شيء. فلهذا قال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولهذا على الإنسان أن يصلح سريرته كما يصلح علانيته، وأن يتجنب ظاهر الإثم ويتجنب باطنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سريرتنا وعلانيتنا، وأن يصلح أفعالنا ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.